وللحديث عن الموضوع مشاهدينا معنا من فرانكفورت السيد عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ومدير مركز لاهاي السوري لملاحقة المجرمين ضد الإنسانية. سيد عبد الكريم مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إن حصرنا الحديث عن الضحايا في سوريا، قراءتكم لهذه الأعداد الكبيرة من الضحايا الذين جلهم تقريبا من المدنيين نتيجة استخدام النظام السوري للقذائف العنقودية؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا الأعداد الواردة في التقرير أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للضحايا الذين سقطوا في سوريا، سواء جراء استخدام القنابل العنقودية أو بشكل عام استخدام الأسلحة المحرمة دوليا. النظام السوري دأب على استخدام القنابل العنقودية، يعني بالتعاون مع الحليف الأقوى روسيا، خاص يعني ازداد معدل استخدامه للقنابل العنقودية بعد انضمام سوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013. طبعا هذه الأرقام من المفترض ان تثير قلق المجتمع الدولي وان تشير بشكل واضح الى ان النظام في سوريا مستمر باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد شعبه في مختلف أنحاء سوريا الثائرة. معظم يعني أكثر من 90% من الضحايا هم من المدنيين والعاجزين عن إيجاد ملاذ آمن من هذه القنابل العنقودية الفتاكة. إذن سيد عبد الكريم، كيف يمكن ردع النظام السوري عن تواصل استخدامه للقنابل العنقودية في حربه على المدنيين؟ حضرتك ذكرت أنه من المفترض أن تثير المجتمع الدولي، كيف يمكن ذلك؟ يعني حقيقة كل يوم لا يمر تقريبا أسبوع دون يعني أن يكتشف المجتمع الدولي دليلا جديدا على أن النظام في سوريا نظام خارج عن القانون الدولي ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية وبكل الأعراف الدولية، خاصة بقواعد الحرب. ما يجري في سوريا هو نزاع، إذا تم تصنيفه أنه نزاع داخلي مسلح، فهناك قواعد يجب على الطرفين مراعاتها، وبالأخص من يمتلك الأسلحة الفتاكة وهو النظام السوري وحلفائه. طيب. ولكن الأدلة التي يمتلكها المجتمع الدولي كافية لإحالة هذا النظام المجرم إلى المحاكم الدولية، ولكن على ما يبدو هناك توافق دولي على الاكتفاء بالإدانات وعدم تحريك أي شيء بسبب التعنت الروسي وفشل أي محاولة في مجلس الأمن، باعتبار أن روسيا جاهزة دائما لاستخدام الفيتو لتعطيل أي قرار من شأنه إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية. إذا كان هذا دور المجتمع الدولي سيد عبد الكريم، ما دوركم أنتم كمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان باختصار؟ إذا نحن نقدم بشكل مستمر وبشكل أسبوعي تقريبا تقارير إلى المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. المنظمات الدولية الأخرى أيضا يعني لا تكل ولا تمل عن تقديم التقارير والبيانات التي تثبت بكل وضوح استخدام النظام المجرم في سوريا لأسلحة فتاكة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن تبقى كما قلت هي مسألة توافق سياسي دولي على إقامة قضايا ضد هذا النظام، وهو أمر حاليا صعب للغاية بوجود الحليف الأقوى للنظام. شكرا جزيلا لك، حدثنا من فرانكفورت السيد عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ومدير مركز لاهاي السوري لملاحقة المجرمين ضد الإنسانية.